صاحب السمو زيارة مفاجئة لمصر لم يكن معلن عنها، التقيتم خلالها الرئيس المصري محمد مرسي، هل يمكن أن تجمل لنا أسباب هذه الزيارة وأهم ما خلصت إليه من نتائج؟ طبعا هو زيارة بسبب الأوضاع في غزة، وطبعا احنا دائما ننسق مع مصر. مصر أهم دولة عربية ومطلوب منها دور في العالم العربي، يعني مصر تختلف عن مصر السابقة، ف يعني جينا نستقرئ المواقف وفي نفس الوقت نفهم بالضبط الوساطة المصرية اللي الآن تجري بين الفلسطينيين إخواننا في غزة والإسرائيليين لوقف اطلاق النار، ونتمنى أن مصر أنها تنجح في هذا، علما أن أعتقد أنها صعبة لأن طريقة إسرائيل ما تعطي مجال لأي وساطة في النجاح. هل من نتائج معينة لمباحثاتكم مع الرئيس المصري؟ يعني المساعدات الإنسانية الغزة وهذه اتفقنا عليها، وهم وبعد كذلك احنا شكرنا فخامة الرئيس على ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية وطبية وفتح مستشفياتها للجرحى الفلسطينيين، هذه أول مرة نراها تحصل يعني في مصر. نعم، ثمنتم أيضا قرار مصر وقرار الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري من تل أبيب، وأيضا إيصال رسالة احتجاج شديدة للسفير الإسرائيلي. يعني هو طبعا اللي ما قامت به مصر هي محاولة للضغط على إسرائيل على أساس توقف عدوانها، فأي وسيلة تستطيع مصر أنها تستخدمها هذا من حقها، أهم شيء هي مصر تحاول حقن الدم الفلسطيني. نعم، عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لبحث العدوان على غزة واتخذوا مجموعة من القرارات، كيف تقيمون الموقف العربي عموما وموقف الدول العربية تجاه العدوان على غزة؟ طبعا الموقف العربي الآن بعد ثورات الربيع يختلف. لو رجعنا لسنة 2008 مصر ما استطاعت أنها تقدم أي شيء لشعب غزة، الآن في ظل الوضع الجديد رئيس وزراء مصر يذهب إلى غزة، الأخ وزير خارجية تونس يذهب إلى غزة، أنا ذهبت إلى غزة من قبل كم أسبوع، لو لم يكن في تغيير في مصر لما استطعت. الوضع الآن يختلف، فقط الطريقة كيف معالجة الوضع الآن بالنسبة لغزة. غزة تحت حصار الآن، أنا أعتقد أن حان الوقت أن يطلب من الإسرائيليين رفع الحصار عن غزة. أصل غزة أرض محررة، لماذا يظلون في حصارها إلى هذا الوقت؟ ومرة ثانية الشكر لمصر اللي فتحت معبر رفح للمساعدات الإنسانية وللتنقل شعب غزة للخارج وتسهيل أي مهمات إنسانية أخرى. هل تعتقدون أن القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية كفيلة بردع العدوان الإسرائيلي أو على الأقل لتوفير حماية للشعب الفلسطيني في غزة؟ يعني نستطيع نقول إن شاء الله نتأمل في المستقبل، بس من الأرض على أرض الواقع إسرائيل بطبيعتها لم توقف عدوان إلا إذا كانت تجد مقاومة صلبة، مثل ما حصل في غزة، مثل ما حصل في لبنان حزب الله في الجنوب، هذه اللي أوقفت اللي أوقفت العدوان الإسرائيلي. والسؤال إحنا الآن إحنا نبحث عن السلام، لماذا إسرائيل تبحث عن العدوان؟ الحدود العربية واضحة في الجولان، في مزارع شبعة في لبنان، احنا نتكلم عن العدوان. الضفة الغربية الآن محتلة، القدس محتل، هذا اللي علينا الآن. أنا أعتقد التركيز يجب يكون الآن على موضوع القدس، يعني في الأمل في الأشهر القادمة، لأن عملية استيطان ضخمة الآن تجري في القدس. نعم، تتوقعون تهدئة خلال، خاصة وهناك حديث ربما حول مبادرات تطرح وحول
وسطات تجري، تتوقعون تهدئة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة؟ أنا قلت لك يعني موضوع التهدئة إسرائيل هي اللي تنقضه. يعني أنت رجع إلى 2008 صار تهدئة، إسرائيل رجعت مرة أخرى ونقضته. أهم شيء هو الموقف العربي اللي يكون مؤثر دوليا، اللي يحقن دماء الفلسطينيين ويمنع أي اعتداء جديد إسرائيلي على، بالذات الآن على، إذا ركزنا على غزة. يرى بعض المحللين أن الاعتداءات الإسرائيلية حاليا ربما لا تكون موجهة إلى الشعب الفلسطيني بقدر ما هي محاولة لصراع محلي في الانتخابات الإسرائيلية من جهة، وأيضا أنها تعطي فرصة جديدة للنظام السوري ليمارس أعمال القتل ضد الشعب السوري تحت ذرائع مختلفة. هو طبعا بالنسبة للانتخابات هم لازم يحاولون، الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء، أنه يخلق له مشكلة على أساس يكسب بالانتخابات، بس قد تكون هذه المشكلة تعصف به إذا استمرت إذا استمر في عدوانه واستمر الشعب غزة في صدهم إلى هذا العدوان. أما أن احنا نربط هذا الموضوع بسوريا، أنا أعتقد موضوع سوريا موضوع يختلف تماما. أعتقد أن في سوريا كانت مطالبات سلمية من أجل الكرامة. الطريقة اللي تعامل بها النظام مع الشعب السوري في تصور أنها كانت خاطئة وقادت إلى ما نراها الآن من تدمير مدن، ويعني والقتلى نشاهدهم يوميا. يعني كيف تقيمون الوضع الآن في سوريا، خاصة بعد مؤتمر الدوحة للمعارضة الذي أسفر عن تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وجمع كل أطياف المعارضة السورية لأول مرة تحت راية واحدة تتحدث الآن باسم الشعب السوري، وبدأت تحصل على اعتراف إقليمي ودولي من دول ومن جهات عديدة؟ يعني هذا يخص السوريين، هم شكلوا مجلسهم، فرنسا أول من اعترف، وأعتقد أن فرنسا الآن في سفير يمثل المجلس سيكون سفير سوريا في باريس، وأعتقد أن الاعترافات رايحة تستمر. هذا وضع يخص السوريين. أهم شيء أن نصل إلى نتيجة أن كيف نستطيع نحقن الدماء. هذا بالنسبة للمجلس في الخارج، بس في نفس الوقت أنت لا تنسى أن هناك في مقاومة في داخل سوريا، ولذلك نتأمل أن يصير التوفيق يعني بين الاثنين باستمرار لإيجاد حل مع النظام إذا أمكن. لكن اقتراح كان قد صدر ربما من جانبكم ومن قبل زعماء عديدين بقوات حفظ سلام عربية أممية في سوريا على الأقل لحقن دماء الشعب السوري، هل ما زال هذا الاقتراح أو هذا الخيار قابل للتنفيذ؟ الآن أعتقد الموضوع يعني صعب، لكن لو كان من البداية أو في الوسط تم قبول قوات عربية لحقن الدماء لكان أفضل للطرفين، أفضل للعرب. بس الآن يعني أرى أن الوضع أصبح صعب، خصوصا بعد تشكيل المجلس الوطني السوري والاعتراف الدولي فيه. لكن أي محاولة تحقن الدماء السورية أعتقد أن احنا في قطر رايحين ندعمها. شكرا جزيلا لكم. شكرا سمو الأمير على وقتكم. الله يسلمك.